فيديو مدته دقيقتين لاغتصاب فتاة في شارع المنسيشية بالخرطوم قلب السودان الشهر اللي فات في يوليو رأسا على عقب. اللي يقول لك لا لم تغتصب واللي يقول لك اصل زاوية الكاميرا، لا صوت يعلو فوق في السودان فوق صوت التساؤلات، أكان برضا أم تحت التهديد أم أنه ترويعا واغتصابا بالسلاح. أم طلعة كاتبة اسمها سهير عبد الرحيم، سهير قالت لهم الاغتصاب ده اللي هو شنو؟ ازاي يعني؟ هل الاغتصاب فقط ان يغتصب رجل امرأة؟ ماذا نسمي اذا ما تفعله الحكومة بنا ليلا نهارا، رجالا ونساء، شيوخا واطفالا، في الشارع العام وفي وضح النهار ومن غير قيادة موتوسيكل، او ليس اغتصابا؟ ماذا نسمي ممارسة البطش والتنكيل والتهديد والوعيد واخراج المسدسات والغاز المسيل للدموع وليس مجرد سكين في موتوسيكل، أو ليس اغتصابا؟ ماذا نسمي انحناءنا جميعا حتى قسم ظهرنا أمام الصفوف وتحت مظلة الفقر والجوع والمسغبة وقلة الحيلة، أو ليس اغتصابا؟ ماذا نسمي خوفنا في وضح النهار ولا يهم إن كان أمام شارع سفارة أو قنصلية؟ المجتمع الدولي كله يشاهد ما تفعله الحكومة بنا، ليس من خلال كاميرات مراقبة في شارع مهمل، لكن من خلال تصريحات بالفم المليان من قبل قيادات الدولة على الملأ أننا سنجز رؤوسكم ونساويكم بالأرض والراجل فيكم يمرق في الشارع. ماذا نسمي ذلك؟ أوليس اغتصابا؟ ماذا نسمي التبول وتغوط الحكومة فوق رؤوسنا بملفات فساد تشيب لها الولدان؟ والمراجع العام، الجهاز المركزي يعني، والمراجع العام يهمهم في كل مرة، ورغم هذا نسحب المناديل الورقية لننظف لهم قذارتهم ونرضى بتحللهم فقط، أوليس اغتصابا؟ حسنا، ما هو اسم الدلع كما يقول أستاذنا البوني لصفوف الخبز أمام الأفران؟ خبز تشتريه أقل من الوزن الفعلي وربما به بروسيد البوتاسيوم، وتشتري حتى الكيس الذي تضع بداخله، ماذا تسمون هذا؟ أوليس اغتصابا؟ ماذا نسمي صفوف الوقود والغاز والمبيت أمام الطلمبات وما تستطيع إنك تقول بم؟ أوليس اغتصابا؟ ماذا تسمي اغتصام تلميذين لقلم رصاص بإحدى مدارس أم درمان وانتظار أحد التلاميذ بجانب البوفيه لالتقاط ما يسقط من طعام وما يتبقى في نهاية كل رغيفة؟ أوليس اغتصابا؟ ماذا نسمي تناول مواطنين لوجبة غذاء من أظافر الدجاج وصفق النيم بدلا من السلطة؟ أوليس اغتصابا؟ ماذا نسمي خلو أقسام الطوارئ من الأدوية المنقذة للحياة في حين أن وزير الصحة بيقول بتتربصوا بي؟ أوليس اغتصابا؟ ماذا نسمي خيوط العنكبوت على آثارنا والمعالم السياحية في حين وزير السياحة بيقول لك دي أصنام ساي؟ أوليس اغتصابا؟ ماذا نسمي مقتل مواطن برصاص الشرطة ويقولوا لكم كان في وضع غير أخلاقي فعشان كده قتلناه؟ أوليس اغتصابا؟ الاغتصاب الحقيقي حين تغتصب حقوقك في الغذاء والكساء والمأوى والتعليم والصحة والأمن في حين نكتفي نحن بالانحناء والنظر إلى الأرض. انتهت كلمات الكاتبة سهير، والحق أقول أننا يجب أن نعيد تعريف الاغتصاب مش بس في السودان، في كل أنحاء الوطن العربي من جديد. فقد نتعلم حينها أننا كلنا مغتصبون. الله غالب.